السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. يعتبر مشروع أدابت للمرونة البيئية والمناخية في السودان من المشروعات الرائدة التي أطلقها عدد من المنظمات الدولية ويرعاها تنفيذا برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالسودان مع عدد كذلك شراكة من المؤسسات والوزارات الوطنية. ويتبنى أدابت سياسات ودراسات مؤسسية تساعد في تحقيق مستقبل آمن ومستدام وبناء شراكات بغرض تمكين السودان لمقابلة الضغوطات البيئية والمناخية. ويغطي المشروع قضايا تحسين الأمن المائي وتشجيع الحياة الكريمة وزيادة الدخل عبر الإدارة السليمة للموارد الطبيعية، بالإضافة لتقوية القدرات من أجل التكيف مع تغيرات المناخ. وفي هذا الإطار قام وفد يمثل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ووزارة الزراعة والغابات ووزارة الثروة الحيوانية وبتمويل من وكالة العون البريطاني ممثلة في الوكالة البريطانية للتنمية وبمشاركة من البنك الدولي ومشروع تقليل الانبعاث وتدهور الغابات ومنظمة الغذاء العالمي وإيفاد بتنفيذ الأمم المتحدة للبيئة بالسودان بزيارة لدولة النيجر للاطلاع على تجاربها البيئية والمناخية والتنموية بغرض نقلها والاستفادة منها بالسودان. فما هي الدروس والعبر المستفادة من الزيارة، ولماذا تحديدا دولة النيجر وليس تجربة غيرها أخرى من الدول الإفريقية مثلا؟ وما الذي اطلع عليه الوفد المنوع من مشروعات وبرامج مختلفة؟ وما الذي من الممكن نقله والاستفادة منه كذلك في السودان؟ مشاهدينا، للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها نسعد جدا في هذه الحلقة من حوار آخر أن يكون معنا الدكتور موسى عمر أبو القاسم وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء وهو على يميني مباشرة، وكذلك سيكون معنا في هذه الحلقة الدكتور بشرى حامد أحمد من وزارة البيئة والتنمية العمرانية وهو من الإدارة العامة للموارد الطبيعية الزراعية، وسيكون معنا كذلك في هذه الحلقة الدكتور محمد علي الهادي المدير العام للهيئة القومية للغابات، وسيكون معنا عبر الهاتف إن شاء الله الدكتور الأمين سنجك مستشار الموارد الطبيعية للأمم المتحدة للبيئة بالسودان والأستاذ المشارك بجامعة الخرطوم، كما سيكون معنا المهندس كذلك عبر الهاتف الزراعي فضل بشير الحج. إذن بداية أرحب بضيوفي الكرام المشاركين معنا في هذه الحلقة. دكتور موسى أهلا بك، مساء الخير. مرحبا. مرحبا بك. اهلا بك دكتور احمد علي، اهلا بك. اهلا بك، عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. كذلك نرحب بالاستاذ بشرى، اهلا بك دكتور بشرى. مرحبا بكم قناه الشروق، قناه البيئه والاشراق. مرحبا، انحياز هذا للمجال يعني. اذا اهلا وسهلا بضيوف الكرام في هذه الحلقه من حوار اخر. قبل ان نبدا الحوار مباشره مع ضيوفنا الكرام نتابع هذا التقرير ثم نعود. النظم البيئية التنموية بالسودان هشة نتيجة لزيادة الضغط من جراء معدل النمو المتسارع للسكان وسوء استقلال موارد المياه الشحيحة وإزالة الأشجار وتغير استعمالات الأرض وتغير المناخ الذي فاقم من هذه الضغوطات، بالإضافة لاستخدامات الماء وقضايا الأمن الغذائي بجانب الحياة بالريف، فقد أصبحت من المهددات للحياة الكريمة والتي تمثلت في التدهور البيئي الذي أفضى لحدوث نزاعات حول استقلال هذه الموارد الطبيعية وهجرات ونزوح والتي تسهم في ضعف النسيج الاجتماعي والاستقرار. ففي إطار الاطلاع على تجارب مماثلة للتطور التنموي في السودان قام وفد من السودان يمثل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء والهيئة القومية للغابات ووزارة الثروة الحيوانية، قاموا بزيارة لدولة النيجر بتمويل من المملكة المتحدة ديفيد، فضلا عن أربع منظمات هي البنك الدولي ومشروع تقليل الانبعاث وتدهور الغابات إيفاد ومنظمة الغذاء العالمي وزوا، وبتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالسودان، وذلك بغرض الاطلاع على تجاربها في قطاعات إصلاحات ملكية الأرض وتطور الغابات الشعبية والأنظمة المتطورة لحماية الحياة البرية وفاعلية الحكم اللامركزي.
ووجود مسارات للحيوانات الدولية العابرة وعدة تجارب أخرى. فمن أهم الأنشطة تجربة إصلاح ملكية الأرض بالنيجر عبر مفوضية الأرض، والتي تشمل القيادات المحلية وممثلين للقبائل المختلفة مع ضمان تمثيل المرأة، والإدارة المستدامة للمسطحات المائية للمجتمعات والتي اطلع عليها الوفد في منطقة كوباغو، والتي تحتضن بحيرة موسمية تقدم العديد من الخدمات للمجتمعات المحلية، مثل توفير احتياجات المجتمعات من المياه ومياه الشرب للحيوانات ومصائد الأسماك وحماية المزارع الموسمية. وفي مجال المياه كذلك، تم تصميم خطة المياه لمدة 15 سنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، والتي تشمل 100% من مياه الشرب النقية في النيجر. من المتوقع أن يتم تحقيق الهدف الوسيط المتمثل في تغطية 70% بحلول العام 2020. كما تمت دراسة مفوضية أراضي القرية في منطقة حمد الله، حيث تم اختيار إدارة المجتمع من منتخبين رجالا ونساء. فما الدروس والعبر التي وفرتها زيارة النيجر، والتي من الممكن الاستفادة منها في المجالات التنموية المختلفة بالبلاد؟ أهلا بكم مشاهدين. إذن بعد هذا التقرير لهذا الوفد الذي قام بزيارة النيجر في الفترة الماضية، نسعد جدا أن نبدأ مباشرة مع الدكتور موسى عمر أبو القاسم، وكيل وزارة الموارد المائية. بداية دكتور موسى، قبل أتحدث عن هذه الزيارة في محاور مختلفة، لاطلع على الشواهد التي اطلعتم عليها في هذه الدولة، نبدأ بمشروع أدابت للمرونة البيئية وكذلك المناخية في السودان، لنعرف المشاهد الكريم بهذا المشروع. شكرا جزيلا لقناة الشروق على هذه الاستضافة الكريمة. وحقيقة مشروع أدابت هو مشروع ضمن المشاريع المعنية بالبيئة والبعد البيئي، باعتبار أن البيئة أصبحت يعني مسألة مهمة جدا، ويعني التدهور البيئي وتغيرات المناخ أصبحت قضايا مهمة لابد من زيادة الوعي بها. ويهدف المشروع لأنه تصبح المشاريع والخطط والبرامج والسياسات مستصحبة معها البعد البيئي في كل يعني مشاريعنا اللي بنعملها، خططنا، سياساتنا، لابد يكون البعد البيئي حاضر. فهدف المشروع إلى تقوية معرفة الناس ووعيهم بالبعد البيئي، ابتداء من يعني المؤسسات الحكومية في وزاراتنا المختلفة، وكذلك على صعيد المجتمعات القاعدية، يعني ندفع ونعرف بالممارسات البيئية الصحيحة التي تحافظ على البيئة في مكونات المختلفة، سواء كانت أرض أو موارد طبيعية أخرى، مياه، غابات وغيرها من الموارد الطبيعية والموارد البيئية المختلفة التي يسخر بها بلدنا الحبيبي. المشاركون في المشروع الذين يوفرون له الدعم المادي وكذلك الدعم المعنوي. الممول الرئيسي لهذا المشروع هو العون البريطاني الديفيد، وهنالك شراكات وطنية، وزارة البيئة هي الوزارة المحورية التي تمثل السودان في التنسيق لهذا المشروع، ونحن شركاء كذلك. يعني هناك إسهامات من الدولة نفسها عبر وزارات المختلفة، وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، ووزارة الزراعة والغابات، إضافة إلى العديد من الوزارات الأخرى، الثروة الحيوانية وغيرها من الوزارات ذات الصلة لنا إسهاماتنا. أيضا هناك منظمات أخرى تدخل بأخرى عندها مشروعات موازية تعمل في نفس الهدف. يعني نعم دكتور محمد علي، نحن نحتاج إذن لمشروع أدابت الكبير في السودان. نعم أكيد فعلا. حقيقة يعني التجربة اللي عملت في النيجر يعني تجربة بعدين وليدة وقريبة، يعني 1999 دي يعني قريبة جدا جدا، ويعني وفرت لهم يعني مسافة طويلة جدا جدا بالنسبة للعناء المفترض يتعامل يعني في ظروف زي دي. فنحن حقيقة نحن برضو نحن عندنا نفس التجربة دي، لقيناها نحن فعلا مطابقة مع في النيجر، وبتاعت النيجر ذات ما كانت يعني. سنأتي إلى النيجر. نعم. مشروع أدب سنأتي إن شاء الله لموضوع النيجر. نعم. لكن دعنا نتحدث عن أدب. مدى الحوجة السودانية لهذه المشروعات، وإلى أي مدى كذلك السودان بحاجة إلى عون من خلال هذه المنظمات المختلفة؟ نحن نحتاج لعون من أدب يعني في كل مجالاتنا، في الغابات بالذات وفي البيئة، فبنحتاج الانجوز أو المنظمات الدولية على أساس الحكومية أن تساعد في تطوير البيئة
إعادة الغطاء النباتي في السودان الذي أصبح يعني تدهور، ولذلك نحن بنحتاج للعون الأجنبي حقيقة. نعم باشمهندس بشرى، أدات ما المطلوب من السودان أن ينجح في تنفيذ هذه المشروعات ويقدم ما عليه من التزامات حتى نستطيع أن نحقق هذه الأهداف التي يدعو إليها مشروع أدابت؟ أولا أدابت جاذبيته تأتي من اسمه نفسه، اسمه هو أدابت يعني التكيف. تكيف. التكيف يعني هو من أدابتيشن. أيوة نعم، مع التغيرات المناخية والتي أصبحت يعني تهدد حياة المواطن مباشرة. في السابق كان الحديث عن مسألة التغيرات المناخية الناس بتعتبره نوع من الطرف العلمي، لكن الآن هو انعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية بتاعتنا في الزراعة المطرية والزراعة العادية في تربية الحيوان وبالتالي في الاقتصاد السوداني، فأصبحت يعني زي ما بقولوا بالبلدي يأثر في أكل العيش بتاع الناس. فأصبح حاجة مهمة جدا جدا أنت عشان تعمل استقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي واستقرار بيئي وسياسي، لا بد من أن تتكيف مع هذه المتغيرات الجديدة عشان الحياة تمشي. هنالك يعني أشياء كثيرة وطلبات كثيرة جدا جدا، لكن أنا أفتكر أنه مشروع أداب الحاجة الكويسة فيه أنه يعني كيفية إيجاد الحلول البيئية للمتغيرات والتحديات الموجودة حاليا بأسلوب النهج المتكامل في إدارة الموارد البيئية. خذ مثلا وزارة الزراعة الآن تأتي في هذا البرنامج، وزارة الري والكهرباء، وزارة البيئة، الثروة الحيوانية، المؤسسات المجتمع المدني، دي كلها الآن مشاركة في هذا الحياة كلها مشاركة كلها ولما الحاجات كلها. فده أنا بفتكر أنه واحدة من عوامل يعني نجاح، أفتكر أنه هتحقق نجاح مشروع أداب لأنه تصحب الشركاء الحقيقيين. عمليا إحنا سيبدأ متى مشروع أداب في السودان؟ أم نقول بدأ يعني؟ هو شغال الآن يعني نأرخ له منذ متى هو يعني؟ من 2016 كفكرة طبعا، 2016 ولغاية 2019 وربما يحصل له امتداد لغاية 2020. ونحن طبعا بنفتكر انه مشروع أداب ده من المشروعات المستمرة، نهايته لا تعني نهاية المشروع، انما يتركه من اثر يظل مستمر. ودي بالمناسبة الوثيقة الاساسية بتاعت المشروع، انه المشروع ده يعني لو قلنا بينتهي 2018 او 19 هذا لا يعني انه المشروع انتهى، إنما الآثار التي تترتب على المشروع والتحسين العمل المشروع في المناحي المختلفة هو بداية المشروع، يعني نهاية المشروع تعني بدايته في فعلياً. طيب دكتور موسى، المواعين، مواعين السودان إلى مدى هي مواعين الآن جاهزة للاستيعاب حتى نحقق الفائدة القصوى من مشروع أدابت؟ حقيقة السودان يعني عنده تجارب ثرة جداً نفسه، وعنده العديد من المشروعات الناجحة جدا النفذة مشابهة لمشروع أدابت. وأنا أعتقد أنه الآن بالتنسيق الجيد ما بين القطاعات المختلفة والوزارات المختلفة نستطيع أن نقول السودان قادر جدا يستوعب تدخلات المشروع، وفيه كوادر واعية ومؤهلة جدا، وفيه مؤسسات جيدة تستطيع أن تستديم النتائج التي يعني يسعى المشروع إلى إثباتها و امتداده وديمومته في السودان يعني. ولعل في سؤال مهم جدا يعني، أدابت ما الآلية التي تدير هذه المشروعات المختلفة حتى يكون هناك مستوى تنسيق محدد حتى ننجح في تحقيق هذه الأهداف؟ باشمهندس نعم تفضل دكتور. الله يبارك. حقيقة الآليات هي طبعا من الوزارات المختلفة المشاركة في هذا البرنامج بالذات، يعني في جسم مقصود في جسم تنسيقي يدير هذه العملية. نعم توجيه هذه العملية ووزارة التعاون الدولي داخل في الحتة دي، وزارة المالية، وكل الوزارات المشاركة في زي ما ذكر الأخ الوكيل في هذا البرنامج. دكتور بشرى، فيما يتعلق بالتنسيق، هل مطلوب من السودان أن يقدم مشروعات جاهزة لمشروع أدابت فيها دراسات معدة، فيها تكاليف محددة، فيها مناطق مختارة أم ماذا؟ وطبعا مشروع أدابت أساسا تم تصميمه وما يشمل من أنشطة عبر ورش قطاعية تمت مع كل الوزارات
المختلفة ذات الصلة بالمشروع، أخواننا في وزارة الكهرباء، أخواننا في وزارة الزراعة، في وزارة البيئة، في خلافه حددوا المناطق اللي بتحتاج لتدخل، اللي هي المناطق اللي فيها مشاكل أساسا بتحتاج أن الناس يعملوا فيها تقوية. وبالتالي يعني ظهرت أولويات مختلفة، اللي هي مسألة المياه، مسألة يعني المياه دي كانت مسألة أولانية جدا جدا ومسألة مهمة جدا جدا في حصاد المياه وخلافه، وكذلك الموارد الطبيعية. الآن هنالك مشكلة يا جماعة في الموارد الطبيعية، لابد من استصحابها. هنالك عدد متكاثر من المواشي، تغيرات مناخية تؤدي إلى يعني تقليل مستوى المرعى بحيث لا يتناسب مع حجم الماشية، وبالتالي يعني حاجة بنسميها احنا الرعي الجائر، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. أيضا الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة لها، كيفية إدارة هذه الموارد الطبيعية بحيث أنها تكون مستدامة، لأنه حياة الناس مربوطة بها. أنت لو ما عملت إدارة مستدامة للموارد الطبيعية معناها ما في استدامة للحياة بتاعة الناس والمسائل دي. شيء آخر اللي هو رفع القدرات أيضا للعاملين، لأنه الآن في تحديات كبيرة وفي أشياء جديدة بتحتاج أنه نرفع القدرات للعاملين وللمجتمع أيضا. إحنا في أدابت بالمناسبة بنتكلم عن كلنا، ما نتكلم عن حكومة بس، نتكلم عن المجتمع ذاته كشريك أصلي في هذه المسألة. ثم بعد ذلك مسألة الغابات كواحدة من الموارد الطبيعية اللي بتحتاج بالمناسبة لاستدامة في الإدارة بتاعتها. وأنا فكر أنه والله الغابات والموارد الطبيعية ده موضوع يعني يفترض أنه يكون حلقة تانية منكم يعني في قناة الشروق يسلط على الضوء، لأنه أنا والله كزول بيئي شايف أنه يعني في ما يجب التدخل الكبير والسريع في الاهتمام بالغابات وبالموارد الطبيعية، حتى من ناحية سياسية واقتصادية وأمنية وخلافه، لأنه تشكل حياة الناس. نعم، ولعل المشروع يركز على نقاط ثلاثة مهمة. مشروع أدابت هي الأمن المائي، نعم، كما أشرت كذلك رفع القدرات والتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة. هذا ما كان الموارد الطبيعية، هذا ما كان بشأن المشروع أدابت. لكن لنتوجه مباشرة إلى زيارة النيجر، والسؤال هنا إلى رئيس الوفد يعني السيد الوكيل. نعم، دكتور موسى عمر أبو القاسم، وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء. دكتور، لماذا النيجر بداية؟ ليه يعني ما الكاميرون ولا نيجيريا ولا ساحل العاج ولا تشاد ولا، لماذا النيجر؟ والله ممكن أبدأ بأنه يعني الحجيج السوداني يعني حقيقة يعني لو نذكر الحاجات يعني من اسم الحاجة، الحاجات دي بيجوا حاجين من غرب أفريقيا وبالذات من منطقة النيجر، والسودان بالنسبة له معبر رئيسي لرحلة الحج، طريق الحج. نعم، وبيستغروا بعد ذلك حتى في السودان، يعني كثير منهم في رحلة العودة طاب ليهم المقام في السودان، لأنه حقيقة البيئة بتشبه بيئة النيجر، بتشبه والمناخ فيها بيشبه، فيه مناخ صحراوي وفيه نيل نهر النيجر ومناطق ساحلية، فدي كلها خلت الطبيعة بتكون مشابهة للسودان، وبالتالي الدروس المستفادة حتكون دروس هي بتشبه واقع في السودان. فحقيقة الشعب، الاختيار كان من الأمم المتحدة للبيئة ولا كان من الجهات الممثلة في الوفد؟ لا، اختيار مشترك، يعني مشترك. يعني هو دائما بيحصل حوار بعد ورش، يعني نعم بيحصل حوار، ناس بيختاروا الحتة الممكن فيها دروس، هم عندهم خبرتهم برضو في التعامل في الدول وبشوفوا تجاربهم نجحت في بعض الدول، وبالتالي ممكن تنقل يعني ويحصل يعني تلاقح للتجارب بين الدولتين، يعني فعلا كان خيار مميز يعني. نعم، ولعل هناك مشروعات نفذت من قبل الوكالات المختلفة والمنظمات في النيجر نفسها. قطعا، نعم قطعا. طيب، وشفناها وشاهدناها، وبالتالي هي بنحاول نشوف تجربة المنظمات في النيجر وتجربتها في السودان. طيب، سنأتي إن شاء الله للمزيد من التفصيل حول هذه الزيارة، طبعا بكل تأكيد في القطاعات المختلفة، سواء كان في الغابات أو كان في الجوانب الزراعية والموارد الطبيعية والبيئية كذلك إن شاء الله. إذن مشاهدينا الأعزاء، نحن لا نزال معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من حوار آخر مع ضيوفنا الكرام، سنعود إليكم بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من حوار آخر لنقل مسار التجارب المناخية والبيئية
من نماذج مختلفة مماثلة للتجربة السودانية في هذه الحلقة التي نسعد بضيوفنا فيها. أتوجه مباشرة دكتور أحمد علي فيما يتعلق بزيارة النيجر، ما الشواهد التي طلعتم عليها خاصة إذا تحدثنا في مجال التخصص بالنسبة لك الغابات؟ حقيقة يعني طلعنا على الغابات كلها عموما، يعني بعض المناطق فيها الغابات والغابات الشعبية بالذات، يعني كانت غابات فعلا حقيقة هم يعني اجتهدوا فيها، مع انه المساحة بتاعتهم ضيقة جدا كويس، فهم يعني بالنسبة للموارد الطبيعية او بالنسبة للغابات، يعني هو نسبة الغابات عندهم 3% فقط، يعني 3.4 تقريبا من المساحة الكلية، من المساحة الكلية للنيجر، لكن هم هسه مجتهدين على اساس انه يزيدوا القطاع النباتي بتاعهم، يرفعوا النسبة لاعلى من كده بالمجتمعات. يعني نحن اكبر في السودان، نحن اكبر كثير، ما في مناسبة كتير. يعني ما في مناسبة، لكن بيرفعوها بمساعدة المجتمعات المحلية الموجودة هناك على اساس انه يزرعوا ويملكوهم الغابات دي وتسجل باساميهم، وحتى الانتاج بتاعهم اللي بيطلع منه بياخذوا منه نسبة 50% بالنسبة للمجتمعات المحلية و 50% بيمشي للدولة. كيف هو السلوك في النيجر مع الغابات؟ زي سلوكنا احنا ولا مختلف؟ والله هم طبعا كانوا سلوكهم اول حاجة صعب شوية، يعني كان الغطاء النباتي بتاعهم يعني مستغل استغلال سيء جدا، لكن ابتدوا هسه يحموا الغابات بتاعتهم. ليه؟ لانه ملكوها للمجتمعات المحلية، لانه المجتمعات المحلية هي اللي بتحافظ عليها، لانها بيجيها انكم او بيجيها دخل بالنسبة لهم بيساعدوا في التنمية بتاعتهم. طيب أنا سأعود إليك لمعرفة ما المستفاد الآن مما اطلعت عليه من هذه التجربة. طبعا نحن الغابات ما عندنا في الإدارة المحلية، ما مملكة للإدارة المحلية، وإنما هي ملك لحكومات الولايات أو الحكومة الاتحادية، يعني لنقل ذلك يعني. طيب أتوجه مباشرة إلى دكتور بشرة. نعم دكتور بشرة، فيما يتعلق بمجالكم، يعني ما الدروس المستفادة، ما الذي طلعتم عليه، وترون أن السودان من الممكن أن يستفيد منه في هذا المجال؟ أولا التشابه الكبير جدا جدا في المناخ والبيئة بين السودان والنيجر، تشابه كبير جدا جدا، وبالتالي بيدي فائدة كبيرة جدا جدا. نحن الناس بيشوفوا نفس الظروف بتاعت السودان المناخية والبيئية في دولة أخرى، كيفية إدارتها وكيفية تطبيقها وكيفية مواجهة التحديات، هذه واحدة. الشيء الآخر اللي هو مسألة لا مركزية العمل البيئي، والذي ظللنا ننادي به لفترات طويلة جدا جدا، لعلمنا المسبق بالفوائد الكبيرة جدا جدا اللي ممكن نجنيها نحن باللا مركزية العمل البيئي في مساحة شاسعة زي مساحة السودان. الآن المركزية يعني غير منطقية أبدا في العمل البيئي، ولا مركزية العمل البيئي في النيجر انعكست حتى على مستوى القرية. احنا عندنا نجحت اللا مركزية السياسية مطالبة انه برضو في الموارد البيئية ان تكون لا مركزية. انا افتكر انه يعني عشان اللا مركزية السياسية تنجح لابد من تطبيق اللا مركزية البيئية اولا، لانها هي الاساس بالنسبة لاي حاجة، هي الحياة. انسان قاعد حارس موارده الطبيعية ويستخدم استخدام مستدام، يموره ماشى، إنتاجه ماشي، وتصالح مع البيئة. المقصود شنو باللا مركزية البيئية؟ يعني تتبع للولايات؟ ما المقصود؟ أنا لا، بالمناسبة في 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 مشكلة كبيرة جدا جدا في فهم الناس للا مركزية. يعني نعم الناس نزلوا كثير من السلطات للولايات في مجال البيئة، الولايات مسكت هذه السلطات على مستوى الولاية، أصبحت هنالك لا مركزية، يعني مركزية الولاية والمستوى المحلي التحدي على مستوى المحلية والوحدة الإدارية والقرية والحي وغيره، أصبح يعني في فرقة كبيرة جدا جدا بينه وبين الولاية، وبالتالي ده أدى يعني إلى تشويه تجربة اللامركزية في البيئة. أنا أفتكر أنه اللامركزية في البيئة تعني لغاية اللجنة الشعبية ولغاية الحي ولغاية القرية وإلى آخره، ارتباط المجتمع بالموارد البيئية ده واحدة من الأشياء اللي تشكل الاستدامة و يعني حسن الاستخدام والاستدامة. نعم. وكذلك نعم. باعتبارها حقا عاما. نعم. فيه شيوع لكل الناس والأجيال وترتبط به حياتهم، وبالتالي هم بيحافظوا عليه، وأيضا القرارات اللي يعني تأتي وترتبط بهذه الموارد يجب أن تأتي من القاعدة، لأنها بتعكس الحاجات الحقيقية للمواطن. إحنا طبعا بنستهدف المواطن أساسا
بالفائدة البيئية، نستهدف المواطن، وبالتالي لابد من إدماج المواطن في هذه المسألة، وده بالمناسبة تم في دولة النيجر بصورة ممتازة جدا. طيب سأعود إليك إن شاء الله لمعرفة التفاصيل هذا وما الذي من الممكن أن نقوله في هذه التجربة، وأتوجه إلى الدكتور موسى عمر أبو قاسم. دكتور، الموارد المائية وكذلك تجارب الري في النيجر والكهرباء. تمام، احنا حقتنا النيجر التجربة الكبيرة الرائدة الواحد ممكن يتكلم عنها، عندهم نهر النيجر هو يشبه نهر النيل، وهو نهر تشترك فيه أيضا عدة دول، وبالتالي كان لابد أن يكون هنالك منظومة تدير هذا النهر. عندهم يعني سلطة لنهر النيجر، وهذه السلطة معنية في مشكلة من رؤساء الدول والوزراء المعنيين، عندهم يعني مؤسسة كبيرة بتدير هذا النهر وموارده، مقرها في النيجر نفسها. زرنا هذه المؤسسة وحقيقة وجدنا عندهم تخطيط مشترك لكل الدول، وعندهم مشاريع مشتركة بين الدول لاستغلال هذه الموارد، سواء كان للسدود الكهرباء أو للمشاريع المروية وغيرها. كل هذه المشاريع يعني عندهم توليد كهرومائي، عندهم كهرومائي، عندهم خطة لبناء سدود نفذ منها بعضها، وبعضها في يعني جاري تنفيذه، وبالتشارك والاتفاق بين الدول للاستفادة العظمى من هذا النهر. وبالتالي نحن عندنا في نهر النيل أيضا عندنا شراكة ما بين السودان ومصر وأثيوبيا ويوغندا وغيرها من الدول، وأيضا عندنا مبادرة حوض الدول حوض النيل الـ NBI Nile Basin Initiative. هذه المبادرة أيضا تشبه نفس المؤسسة الموجودة في النيجر للدول الساحل والصحراء، وبالتالي يعني حيث في دروس كثيرة جدا ممكن نستفيد من كيفية الانسجام وتقليل الصراع بين الدول، بحيث أنها هي تبقى متشاركة لهذا المورد وتديره بتعظيم الفائدة، وده بندعو له. ونحن أيضا في نهر في دول حوض النيل الآن في اجتماعاتنا الثلاثية بين السودان ومصر وأثيوبيا وبين بقية دول حوض النيل، دي الدعوة التي ندعو لها أن نشترك جميعا في هذا النهر في موارده لنعظم مردوده، سواء كان في الطاقة أو في الزراعة أو في بقية الاستخدامات له كثروة مستدامة لكل دول حوض النيل يعني. نعم. طيب، ولعل هذه المشتركات يعني أنا تحدثت مع ناس البيئة والتنمية العمرانية ومع ناس الغابات ومع ناس الموارد المائية، وجدت أن كل هذه الوظائف متداخلة، كل هذه المهام التي يسعى السودان لتحقيقها متداخلة في هذا في هذه القطاعات المختلفة. وأنا أتوجه بالسؤال هنا لدكتور محمد علي الهادي. دكتور، فيما يتعلق بموضوع الغابات، أنا سألت عن السلوك، ولكن المقارنة بالسودان، يعني ما الذي وجدتموه في النيجر وغير موجود هنا عندنا في السودان، خاصة أنه الواحد لما يشاهد الطرق المختلفة والشاحنات الضخمة تمر بالأحطاب في كل طرق السودان يخشى على الموارد الغابية يعني أن تندثر يوم ما، يعني أنت بشوف غابة ماشى بتحمل تحمل سيارة يعني. الحقيقة الكلام اللي بتشوفه انت شايلينه مثلا في العربات ولا شايلينه في الشاحنات دي من غابات مستدامة، يعني فيها سستينابيليتي، فيها استدامة، اللي هي دي هنا في السودان، في السودان ما في يعني ما في ما في طريق ما في قطع ما في لا ما في قطع خالص الا بتصديق من الوزارة، وزارة الزراعة والغابات، يعني ما في اي حاجة بتطلع غير انه في يعني في تفلتات، لكن ما بالصورة المنتظم الناس اللي بطرافي في الغابات. لكن نحن عندنا كنترول عالي جدا جدا في القصة بتاعت القطع العشوائي والحاجات دي، في التصاديق اللي بتطلع من النظافات بتاعت المشاريع الزراعية بتطلع بتصديق من وزارة الزراعة والغابات. فدي دينا، فنحن حقيقة لكن عشان تتحافظ يا دكتور اتجهتوا لمنع القطع نهائيا. نعم، منع القطع قبل سنتين تقريبا، يعني دخلت في دخلت في مشاكل كثيره جدا. لكن انا اطمنك لانه هسه دي حاليا انه كل الطاقه الحيه ابتدت تبدل بالطاقات الثانيه اللي هي الغاز، يعني في الافران كلها وقفت الطاقات البديله، الغاز البديله، الكماين كلها بتاعه الطوب اللي بتعمل كلها تقريبا انتهت الا في الريف في بعض منها، في الفرام بتتعامل بالكتلة الحية برضو بالحطب برضو انتهت بقت كلها بالفيرنس وبالكهرباء، فدي كلها بدائل أنها بتساعد في حماية الغطاء النباتي. لكن ما في يعني القطع اللي بتشوفه انت ده قطع
منظم بالنسبة للغابات المحجوزة عندنا نحن فيها سنويا. هي محصول طبعا الغابات دي نحن نزرعها ما بنخليها كده عين لا بنقطع ونزرع فيها طوالي عادة يعني ده بالنسبة للبرنامج الفني بتاعنا الموجود في الغابات. لكن ما في يعني وطبعا بالذات الريف طبعا بيستعمل يعني بيبني القطية بالشجر بيستعمل الحطب بيستعمل الفحم لكن ما بالصورة اللي بتيجي داخل المدينة. انت لو بتلاحظ زمان كان في لما تيجي في الشوارع بتلقى كلها حطب وفحم وبتاع خاشة المدن الكبرى لكن هسه دي ما في بالصورة زي زمان يعني ابتدت تقل هذه بصورة واضحة وبصورة ملحوظة يعني. ملاحظاتك في الزيارة ما الذي من ممكن أن ينقل من النيجر إلى السودان؟ والله هم طبعا بالنسبة للغابات عندهم الغابات الشعبية اللي هي بديرة المجتمعات المحلية. نحن عندنا عندنا مساحات ضخمة كبيرة جدا جدا من الغابات الشعبية مشابهة للغابات الموجودة في النيجر زي ما قال الإخوة أنه هو الطبيعة متشابهة كبير يعني شبه كبير جدا بالنسبة للسودان والنيجر. لكن نحن عندنا غابات شعبية مستغلة استغلال جيد جدا بإدارة فنية يعني حتى تجي ترجع الغابات بدوها إدارة فنية بتتابع وتقطع واستفادوا منها بنوا منها مراكز صحية وبنوا منها مدارس وبنوا منها كده. عندنا الحزام السمر العربي حزام السمر العربي ده يعتبر من أكبر الحزام في أفريقيا كويس يعني بربع مساحة السودان ربع مساحة السودان دي يعني فيها أول حاجة فيها المرعى وفيها السمر العربي وفيها يعني الزراعة المختلطة اللي هي السمسم كل المحصولات الزراعية وبتدي إنتاج أنا بتخيل لي أكثر من القضارف. طيب أنا سأعود إليك عشان نشوف البدائل يعني البدائل فيما يتعلق طالما قطعنا نزرع بديل. إلى أي مدى نحن اتجهنا إلى عملية الزراعة في مناطق السودان المختلفة ورغم أنه الشواهد لغير السودانيين بيقولون أن السودانيين ما قاعدين يزرعوا ما قاعدين يشجروا بصورة عامة. لكن سأعود إليك أتوجه الآن إلى الدكتور بشرى. دكتور فيما يتعلق بملاحظاتك البيئية والحضرية وأنتم معنيين بذلك في وزارة البيئة والتنمية العمرانية ما هي الشواهد التي لفتت انتباهك وأنت متخصص في هذه الزيارة للنيجر؟ الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية تخطيطا وتنفيذا يعني في التزام صارم جدا جدا بهذه المسألة. وأديك مثال مثلا الزراف في النيجر كان في كمية من الزراف فجأة لاحظوا أنه الزراف اختفى ووصل الحد بتاع الزراف في النيجر كله لخمسين زرافة فقط. عملوا مشروع مجتمعي بواسطة المجتمع وبمشاركة المجتمع وإدارة من المجتمع وبمساعدة المنظمات الدولية. المشروع ده الآن أدى إلى زيادة مهولة في عدد الزرافة في فترة وجيزة جدا جدا من 50 زرافة وصلت 500 زرافة وأصبحت جاذبة للسياح. أصبح هنالك استخدام مستدام للموارد أصبح هنالك مورد من السياحة ومن المساعدات الدولية ومن الضرائب المحلية لمساعدة المجتمع وبالتالي شكلت له مصدر إضافي وتنويع لدخل المواطن بخلاف الرعي والزراعة. أصبحت السياحة الآن بالنسبة لإخواننا في النيجر في منطقة كوري منطقة يعني سياحية من الدرجة الأولى ويأتي الناس لمشاهدة الزراف والتقاط الصور والتجربة وخلاف وجذب كثير من المنظمات الدولية للحرص على استدامة هذه التجربة. وبالتالي احنا قلنا لهم بنراهن تماما على مسألة السياحة البيئية ومسألة الحظائر المقفولة وخلاف وإعادة تأهيلها وعندنا من كثير من الإمكانيات يمكن أن تطبق هذه التجربة بس نحن قاعدين نعمل الحاجة حكومة. أنا أفتكر أنه دي مسألة مزعجة جدا جدا بمعنى يعني شغل تعمل الحكومة وتدير الحكومة وتشتغل فيه الحكومة وخلافه أنا ضد المسألة دي أنا بفتكر مع إشراك القطاع الخاص يعني. أيوة أنت تشرك القطاع الخاص وتشرك المجتمع تشرك الناس زي كله وانت حكومة أشرف وهي الجو وخلي الناس زي يشتغلوا عندهم إبداعات وعندهم خلاف وعندهم خلافه ما تكبينا نحن بالمسألة بتاعت فقط الإمكانيات الحكومية. يستطيع أنه يجلب الدعم الخارجي جاذب جدا جدا الدعم الخارجي للقطاع الخاص وللعمل المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني
وبالتالي يعني إتاحة الفرصة لهذه الفعاليات في العمل البيئي أنا بفتكر أنه بيحدد فوائد كبيرة جدا جدا، والخروج من بيروقراطية الدولة، لأنه العمل البيئي لا يحتمل البيروقراطية ويحتاج إلى مرونة في الإدارة تختلف عن ما هو متبع عليه في المؤسسة الحكومية، والقطاع الخاص يحتاج إلى التشجيع حتى يدخل في هذه القطاعات. نعم وأنا أؤيدك تماما في هذا الطرح. طيب أنا أتوجه بذات هذه النقطة إلى الدكتور موسى. دكتور، فيما يتعلق بتعظيم هذه الموارد المختلفة، خاصة إذا تحدثنا معك في المورد المائي، نحن عندنا تجارب الآن نجحت وعندنا تجارب لا تزال يعني ضعيفة أو متراجعة فيما يتعلق بالاستفادة من الموارد المائية المختلفة، والسودان لديه الموارد المائية النيلية وغير النيلية والمياه الجوفية وما إلى ذلك. عندنا مشروعات المياه، مشروعات حصاد المياه في السودان إلى الآن لم نستفيد منها الاستفادة القصوى. يأتي موسم الخريف ويحدث دمار شامل في السودان يعني من الفيضانات وإلى ذلك، إلى أي مدى من ممكن أن نستفيد من بعض التجارب في النيجر لننقلها هنا في السودان؟ حقيقة يعني السودان برضو يعني متقدم جدا في التخطيط الآن يعني بالمشروعات عزير وعطش، وما تم عمله من مسح لأطلس مياه الشرب اللي هو الآن عندنا رصد حقيقة لكل بقع لتوفر مياه الشرب للإنسان والحيوان بألوان، يعني الأحمر محتاج والأخضر دور الذي شرب، فأنت من خريطة واحدة ممكن تشوف كل المناطق والبقع اللي فيها شح ومحتاجة لتدخل. وبالتالي الدولة حقت استهدفت مشروع ضخم جدا يرعاه السيد رئيس الجمهورية اسمه مشروع زيرو عطش. فأنا أفتكر هي مبادرة متقدمة جدا، انتبهت للكلام اللي ذكرته. نحن نجي في موسم الأمطار بنلقى أمطار كثيرة جدا، يجي فصل الجفاف والصيف الناس يحتاجوا للمياه. النيجر برضو فيها نفس المشاكل دي، وهم بيحاول عندهم خطة يعني واضحة لتوفير مياه الشرب أشبه بخطتنا دي يعني، وعندهم لها بنية وعندهم لها دعم برضو كبير، وعندهم برضو الإدارة المجتمعية لهذه الموارد. يعني في واحدة من القرى زرناها كان عندهم بحيرة بتتملي في موسم الأمطار، ولما نيجي موسم الصيف بيحتدوا عليها بعض الذين يعني يستهدفون الأسماك، بيجوا يشفطوا الماء من البحيرة عشان يحصدوا السمك ويجوا بالليل يعني. فأهل الغرية والإدارة المجتمعية في الغرية واللجان بتاعت الغرية عملوا حماية وعملوا قوانين للاستدامة بتاعت هذا المورد، وأصبحت يعني الآن البحيرة تلاقي زي ما بيقولوا الصيف، لأن المياه منعوا يعني سحب المياه الجائر. نعم. ووزعوا الأرض طيب للاستخدام وأداروا المياه بطريقة جيدة. ماذا هذا ما نسعى له أيضا إن شاء الله. ماذا عن الكهرباء؟ هل هو توليد كهربائي فقط، ولا في توليد حراري، أو في تجارب أخرى في التوليد في النيجر؟ لأنه عندنا نقص في النيجر، لأنه إحنا عندنا عجز في الكهرباء. لا، النيجر طبعا إحنا بالنسبة لها متقدمين جدا في قطاع الكهرباء، هم بيبنوا الآن في سدود على نهر النيجر جديدة يا دوب يعني تجاربهم بادية فيها، وكذلك التوليد الحراري زي ما هو معروف، ولكن إحنا تجربة بتعتبر عندهم طاقة شمسية قديمة. الطاقة الشمسية موجودة أيضا، بدوا يستغلوا فيها لأغراض مختلفة، لأغراض التوليد ولأغراض مياه الشرب والري المختلفة. ونفس التجارب حقيقة بدينا برضو ننفذها في السودان. نعم. يعني لأغراض الري ولأغراض الإنارة ومياه الشرب الآن أصبح الطاقة الشمسية متاحة بصورة مميزة جدا يعني. طيب حتى نستفيد من الوقت لم يتبقى لنا الكثير. نعم دكتور محمد علي، فيما يتعلق بالاستزراع الغابي، نحن ما قاعدين نزرع، نحن متهمين بأنه خاملين في مجال الزراعة. من المفترض أن تكون بلادنا عكس البلدان، يعني في بلدان صحراوية لا نود أن نذكر الأسماء يعني، لكنها فيها مستوى بتاع تشجير مميز، في اهتمام بالتشجير والصناعة وحتى نقل تربة من وإلى من خارج الحدود في دول. نحن ما نحتاج نقول لنا تربة، دارين نزرع بس يعني. إلى أي مدى مهتمين نحن بهذا الجانب؟ حقيقة من ناحية التشجير مهتمين حقيقة، يعني ما نقول ما مهتمين بها. فبالنسبة للغابات عندها برنامج السنوي بتزرع فيها، بتزرع عليها تقريبا الآن من 250 لو مستوى الطموح يعني. عندنا أراضي السودان لما تطلع في بعض المدن. نعم نحن هسه بالنسبة للمشاريع الزراعية لازم تزرع 10% من المساحة بتاعتها دي المطرية. بالنسبة للزراعية الزراعة بالري 5%، دي هسه قانون طلع من رأس الجمهورية على أساس الناس تلتزم بهذا الأمر، لأنه أنت ممكن تدوك مشروع زراعي بيكون فيه 1000 فدان كله
تبيده وتشيل كل الاشجار فيه وبديد نعم. مشكله يعني. لكن هسه نحن عدنا هذا الكلام ده وطلع من رأس الجمهوريه نعم. وعمل نفره التشجير الكبرى. طيب. اشكرك لم يتبقى لك كثير من الوقت دكتور بشرى. الى اي مدى من الممكن ان نستفيد ان ننقل مشروعات واحد من اهداف ادابت الاساسيه هي محاربه الفقر وكذا زياده مستوى دخل الفرد، الى اي مدى نحن سنستفيد منها في هذا الجانب؟ انا اراهن على الحلول البيئية في محاربة الفقر بصورة مستدامة في السودان إذا اتبعنا هذا النهج، لأنه الوصلنا أنا شخصيا بفتكر أنه نحن اللي أدى إلى انتشار الفقر اللي هو إيه؟ التدهور البيئي. التدهور البيئي ناتج من تصرفاتنا نحن ومن سلوكنا نحن نعم. الشخصي، وبالتالي أدى إلى انعدام وسائل المجتمعات لهذه المجتمعات نعم. وأفقرها، وبالتالي اصبح ما عنده انتاج، نزحت نحو المدن وخلاف وويل. يعني نستطيع ان نقول ان زياره النيجر وفرت العزه والعبره لنا. نعم اكيد بتكون مكتوبه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا انتهى وقتي في هذه الحلقه. اشكر جدا ضيوف الكرام دكتور موسى عمر ابو القاسم وكيل وزاره الموارد المائيه والري والكهرباء، شكرا جزيلا لك على الحضور والمشاركه، كما اشكر كذلك الدكتور محمد علي الهادي مدير عام الهيئه القوميه للغابات، شكرا لك دكتور. واشكر كذلك الباش مهندس بشرى حامد احمد من وزاره البيئه والتنميه العمرانيه الاداره العامه للموارد الطبيعيه الزراعيه، شكرا لك دكتور. شكرا كذلك لمشاهدينا الكرام الذين تابعوا معنا هذه الحلقه والتي نقلنا من خلال هذه التجربه في زياره دوله النيجر للاستفاده من تجاربهم فيما يتعلق بالتجارب البيئيه وكذلك التجارب المناخيه. توقعونا كذلك في مزيد من الحلقات المهتمه بهذه الجوانب الاقتصاديه لمصلحه اهل السودان وهذه البلاد العزيزه على اهلها. نشكر لكم طيب المتابعه، تحيا الفريق العامل تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله.